ويسعدنا أن يكون ضيف البرنامج هذه الليلة هو الأستاذ كمال شهدي الكاتب السياسي المعروف. أهلا أستاذ كمال. أهلا بك يا فندم. أستاذ كمال، بنسمع كتير عن الحرية والالتزام، ممكن حضرتك توضح لنا معنى الكلمتين دول بأسلوبك المعروف بالبساطة والوضوح؟ من غير كلام زوق ومنشي زي اللي إخواننا مدعي الثقافة يحبوا يستخدموه، الحرية في نظري هي مجموع الحقوق اللي بيتمتع بها الفرد، أي فرد، الإنسان، أي إنسان. أما الالتزام فهو مجموعة الواجبات اللي على هذا الفرد إنه يؤديها نظير تمتعه بهذه الحقوق. يعني ما أقدرش أقول إن ده ممكن يتحقق إلا في ظل مجتمع ديمقراطي. يعني باختصار شديد جدا ما نقدرش نقول ان اي مجتمع ديمقراطي ممكن تحقيق هذه المقولة فيه الا لو تحقق الشقين دول. يا ترى القوانين دي بتطبق على كل الناس؟ انا بقول لا. في حاجة يا ابو رجب؟ ايوه، اصلي ماسورة المية اتنقط. اي ماسورة؟ انا لا 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 انا هسكن. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ في ايه اللي حصل؟ انا ما عملتش حاجة، امسكني ليه؟ دب اي حاجة تدخل علينا بالشكل ده. احنا اسفين يا كمال بيه، جينا في وقت غير مناسب. خلاص البلد بقت فوضى، تدخلوا على الناس في اول نومهم. انا معايا امر من النيابه بناء على مراقبتنا اللي بيحصل في الشارع. ايه اللي بيحصل؟ اللي بتعمله ده غلط، مش من حق اي حد في البلد دي. شقتك يا كمال بيه، تقدر تقول لي مين اللي معاك في السرير دي والتانية اللي قاعده بقميص النوم بره؟ الشقه دي مفتوحه لممارسه الدعاره. ادي ضامن. دعاره؟ دعارة ايه يا حضرة الظابط؟ انت مش حضرتك دخلت لقيتني قاعدة على الكنبة في حالي؟ قاعدة في حالك ولا قاعدة مستنية دوري؟ دور ايه؟ ولا جايز خلصتي وقبضت؟ خلصت ايه وقبضت ايه؟ واكتب يا اختي تعالي الحقيني. الحقيني. عشان ايه؟ المهم اللي انا فيها ما تقول لهم ان انا هنا بعمل ايه؟ قول لهم ان انا ضايعة اكتر. اطلعي اتكلمي، ما تتكلمي يا استاذ كمال، اتكلم وقول لهم. دي لعبة حقيرة يا حضرة الظابط. انتقام حقير. قول اللي بعتينك ان كمال شهدي مش هيسكت وانه هيفضح اساليبهم القذره قدام الناس. هات الجاكيت دي والكفايه، وانت هات الازاز والكاسات دي. ويا ترى مين فيكم اللي هيشرب بقيه الازايز؟ ورايا. وراك على فين؟ يا ربي يا ربي. موضبينها وطبخينها مظبوط يا حضرة الظابط. اعملها كما تهوف. اتعب معايا. كفايه بقى. بتشاوروا ايه؟ دي مؤامرة. مؤامرة. يلا. ايوه يا استاذ كمال، انت قاعد الشقه يا استاذ كمال. انا كمان شهد ينزلوني بالشكل ده وينزلوني بالبوليس والصحافه؟ عايزين يحطموني طبعا، عايزين يودوني في داهيه عشان يخلصوا مني. اسمح لي اتكلم في التليفون ده. التليفون عطلان طبعا. قلت اللي يعطل واللي لادي بالذات
ما تطعوا كمان النور والميه وتدرغموها بالمر. يا ما قلت لك يا كمال، احنا مش قد الحكومه، بلاش تنطعنا معاهم. ما سمعتش كلامي ودي اخرتها. الكيتمنت الكيتمنت، انا مش ناقصك. خلاص خلاص بقى، بكره الناس كلها يقروا فضحتي وقعدها يشمتوا فيا. خلاص قول لهم ان انت هتبقى معاهم وهتعمل اللي يقولوا لك عليه، ويا ضربه دخلي في شر. المهم تخلصني من المصيبه دي. قول لهم ان انا كنت قاعده في حالي، ذنبي قد بهدل البهدله دي كلها. انا ما اعرفكوش. انا ماليش دعوه بيكم. مالكش دعوه بينا ولا تعرفناش كده دلوقتي. بتقول ما تعرفناش ارجوكم الصبح. مش عارف انت بالراحه، قول مش عارف تلف، مش عارف تفابرك. يا حرام يا لا. اه اه كمال كمال، انت حسيت يا كمال؟ قول لهم انا ماليش دعوه. النبي يا اخويا الهي يخليك، تقول لهم ان انا كنت ضيفه. انا مش كنت ضيفه، قول اللي جت بضميرك. تمام يا فندم. خلاص روح انت. متأسفين قوي على اللي حصل يا كمال بيه. اتفضل. كده برضه يا اسماعيل؟ واحد زي البهدل البهدله دي؟ طب يا فندم عن اذنكم استاذن انا عشان تقدروا تتكلموا. امر لنا فنجانين قهوه فيهم واحده ساده. قهوتك يا كمال بيه اعتقد مظبوطه. حضرتك. سيجاره؟ هي دي برضه الديمقراطية والحرية اللي بتنادوا بيها يا اسماعيل بيه؟ أنت تقدر تنكر إن البلد عايشة أحسن من الأول بكتير؟ ما تتكلم بقى بصراحة. أنت مثلا كنت تقدر تكتب اللي بتكتبه دلوقتي؟ ما أنت طول عمرك صحف وعارف. لكن إيه النتيجة يا اسماعيل بيه؟ اتلفقت لي قضية دعارة مع واحدة صديقتي. بلاش نتكلم في الموضوعات الصغيرة دي. خلينا في المهم. يا اسماعيل بيه لازم تفهم سيادتك إن اللي مسكوني عندها دي كنا في عرف المخطوبين وكنا متفقين على الجواز. انا مصدقك، لكن الناس لما تقرا بكره في الجرايد انكم كنتوا عريانين في السرير. احنا في بلد شرقي يا كمال بيه بتحافظ على القيم والاخلاق، وانت المفروض تكون قدوه. على العموم انت حر، ان حبيت ان القضيه تاخد مجراها الطبيعي احنا تحت امرك. طب انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ صدقني ان احنا عايزين مصلحتك. احنا مستخسرين ألمك اللي الناس بتحبه وبتسخ في كل كلمة انت بتكتبها. كمال بيه، انا ما سبق قلت لك الكلام ده اكتر من مرة. احنا عايزينك تكون معانا، ما تكونش ضدنا. تشوفوه عظيم. من دلوقتي تعتبر نفسك مالكش اي علاقة بالقضية، وبعد كم يوم هتطلب انك تنضم للحزب بتاعنا، وبعدها هنطلع لك قرار بانك تمسك رئاسه تحرير جريده الحزب، والمرتب اللي هتطلبه مش هنختلف عليه ابدا. شكرا يا اسماعيل بيه. احنا كل اللي يهمنا مصلحه البلد، خصوصا في الوقت ده بالذات. وبالنسبه لعليا وابتسام، سيبك بقى يا اخي من الحاجات الصغيره دي. انت مالك ومالك؟ قولي لي يا ابتسام، انت بتعرفي تقري وتكتبي؟ ايوه يا بيه، انا اتعلمت لغايه تانية ثانوي. وليه ما كملتيش؟ امي بقى الله يسامحها جوزتني غصب عني. ليه غصب عنك؟ جوزتني راجل عجوز بس كان عنده فلوس. وانت ما زلتي على ذمته؟ لا يا بيه. ما اتجوزتيش تاني؟ اتجوزت بعده مرتين. يعني اتجوزتي ثلاث مرات؟ ايوه، بس ما كانش فيه بخت. ما كانش فيه بخت ولا عشان سوء سلوكك؟ والله العظيم ابدا، انا كويسه بس الناس هي اللي ما بترحمش. يعني التلاته هما اللي كانوا وحشين. طيب قولي لي، ايه بقى علاقتك بعليا ابو العطر؟ صاحبتي وحبيبتي من زمان يا بيه. نواب العماره بيقول انك كنت بتترددي على شقتها في وجود رجاله، وكنتوا بتعملوا حفلات سكر وعربده لدرجه انه راح القسم وقدم بلاغ فيكم. لا ما حصلش،
ده راجل كداب وبوشين ساعات البيه. ده زائد ان الجيران اشتكوا اكتر من مره. والله والله العظيم ثلاثة انا عمري ما حضرت حفله عندها ولا شفت اي راجل غريب في شقتها غير الاستاذ كمال. ملناش دعوه بالاستاذ. ازاي يا بيه؟ ده الاستاذ كمال عارف كل حاجه. يعني ما كنتش تعرفي انها بتدير شقتها للدعارة؟ دعارة ايه؟ عليا ما تعرفش الكلام ده، حتى اساله الاستاذ كمال. محضر الشرطه بيقول انهم لما دخلوا عليكم الشقه كانت عليا مختلية مع زبون في اوضه النوم، وانت كنت في حاله سكر وشبه عاريه. عاريه ايه بس؟ انا كنت لابسه قميص النوم ده. وساعتها عليا كانت فين؟ كانت مع خطيبها الاستاذ كمال. كانت معاه فين؟ كانت معاها في اوضتها. يعني انت معترفه ان كان معاها زبون؟ زبون ايه بس يا سعاده البيت؟ ده خطيبها. يعني مش جوزها. محضر الشرطه بيقول انهم كانوا نايمين على السرير في حاله مضاجعه. حاله ايه؟ حاله مضاجعه يا اختي. كنت عارفه كده ولا لا؟ يا سعاده البيت هعرف منين بس؟ وانا كنت معاهم جوه في شقتها وهي حره فيها. انا ذنبي بس كل اللي بيحصل. والله العظيم ثلاثه مظلوم. والله مظلوم. حكمت المحكمه حضوريا على المتهم عليها ابراهيم ابو العطا بالحبس سنتين مع الشغل، وعلى المتهمة ابتسام خيري عبد الدايم بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ. لا ظلم والله يا ظلم. لا حرام عليكم، افترى افترى هو اللي في البلد ما بحبش اعرف. يا فندم يا فندم يا النبي ما دفعت المتاخر اللي عليك ليكون واكله مطارين بطنه بسنان. لم يلي لحسن المره دي عبشت واحده واحده يا غدر. ده بص يا ابن الكلب يا عمك الرجاله. هتضربيني يا بنت الكلب. ايه يا مجنونه ده؟ تذكرتك يا أستاذ. تفضل تذكرتك لو سمحت. شكرا. تذكرتك يا أستاذ. شكرا. تذكرتك. تذكرتك يا أستاذ. تفضل. تذكرتك يا مدام. يا مدام.
تذكرت؟ الكيس كان جوه التذكرة. فين؟ الكيس راح فين؟ كان معايا دلوقتي. كان معايا الكيس دلوقتي. دوري كويس. يكون وقع تحت الكرسي. أنا من ساعة ما قعدت ما اتحركتش من مكان. إزاي بس؟ الكيس كان في إيدي دلوقتي. الظهر وقع بقى ولا حاجة؟ مفيش حاجة تحت الكرسي. الظهر نسيته في حتة تانية. وبعدين يا مدام؟ تحبي تنزلي المحطة الجاية ونعمل محضر؟ لا. هو حضرتك رايحة فين؟ رايحة أقص. القطر ده محافظات، ما يعرفش إلا في الأقصر. ما أنا كنت قاطعة الأقصر. اتفضل حضرتك. اقطع تذكرة للهاب. 25 جنيه. اتفضل. حضرتك ذنبك إيه؟ انقذ موقف. اتفضل. شكرا. اتفضل. تذكرتك يا أستاذ علي. أما فصل بايخ بشكل. على العموم أنا متشكرة أوي يا أستاذ. عادل. عادل أبو الفضل. تقدد ايه؟ ضرب الرهبة. دي بتاعتك؟ ريت اضمن ان حضرتك تشرفيني. الحقيقة انا مش ضامنة ظروفي، بس احاول. على الاقل ارد لك ثمن التذكرة. دي حاجة بسيطة. شاي يا استاذ. شكرا. اتفضلي شاي بفتلة. شكرا. هو حضرتك أول مرة تنزلي الصعيد؟ لا مش أول مرة. أنا عمتي عايشة في قص ودايما باجي أزورها، علشان كده ما باخدش شنطة هدوم معايا. هو فاضل كتير؟ اتفضلي. ايه ده؟ لا معلش. خلي دول معاك يمسك. ايوه بس كفايه اللي دفعته في القطر. اعتبريهم سلطة عشان اضمن انك تزوريني في اللوكندا وانت راجع. واحد دوس. واحد واحد. جوز يا اسطى. اتفضل يا حبيبي. اتفضلي. اتفضلي. انا متشكرة قوي. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. مين؟ مساء الخير. هي عمتي فريدة مش موجودة؟ ست فريدة سافرت امبارح اسكندرية. سافرت؟ أصلي جالها جواب بيقول فيه إن ابن أخوها تعبان قوي. تاني جاي لها من مصر مخصوص. اتفضلي ارتاح. اتفضل. اديت لاخواتك الفلوس؟ ايوه. حسرتي مالنا بتصرف على جواز بناتنا. بناتك متجوزه اكابر يا ام عادل، مش محتاجين القرشينات دول. يا ريتهم كانوا اتجوزوا من لحمهم ودمهم. لكن ايه، ربك رايدك ده. او ربنا عوضك وولدك عادل هتجوز بنت خالة. بقول لك ايه يا عادل، اربط دلوقتي مع خالك على ما عكت بكتابك على كريمة. تبقى انت يا اما. انا لازم اقوم اطمن على اللوكندا. ما عادي الجواز اهم. جرى ايه يا وجيدي؟ الولد صح. الكلمة كلمتك والشورة شورتك.
تجارب القشطة. أهلا وسهلا، اتفضلي. أنا متأسفة اللي جيت كده على طول. أنا أصلي رحت ما لقيتش عمتي ف دي من حسن حظنا. نورت الأقصر كلها. محمد مسعد من أعز أصدقائي. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. فتحي الأسمر صاحبي وكمان ماسك مدير لقندتي. أهلا وسهلا. قول لمصباح يفتح الجناح الملكي يوضبه. فتحي مستني إيه بسرعة؟ شفت الواد بقلب ازاي من ساعة ما شافك؟ بس تصوري انا وابو الفضل كنا لسه في سيرتك، بس اول مرة اكتشف ان الحقيقة اجمل بكتير من الخيال. معلش اصل الاستاذ عامل لي فيها الشعر. وهو في حد ما بيحبش الشعر؟ ولو اني ما بفهموش بس احب اسمعه. الله 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 يا سامعين الشعر. الشعر مش بس حكم وكلام، الشعر زي الحب، كتر الكلام بينقصه، وان قلت فيه الكتير هترخصه، بس اسمعوا يمكن في يوم تحسوا وتفهموا. مكفايات بقى. انت اكيد تعبت النهارده، مش تقومي ترتاحي؟ يهون التعب عند نهايه المطاف. اتفضلي لفوق عشان ترتاحي بدل ما يقعد ايده يجتمعك. اتفضلي. عادل بقول لك ايه؟ دقيقة حسين. ايه دي يخرب بيتك؟ دي صاروخ، دي حاجة تهوز. بقول لك ايه؟ ما تاخد علقك وتخلع الفش. وجبت فلوس يا محمد يا مسعد. امسك. طب بقول لك ايه؟ حسين ما تنساش تعزم على سهرة بكرة. تصبح على خير. اتفضل. ايه رايك في الجناح الملكي؟ دي احسن اوضه عندي في اللوكاند. والله حاجه حلوه قوي، كتر خيرك. بقول لك ايه، من غير تكليف كده تاخد السلسله دي تبعها لي. ابيعها ليه؟ اهو منها تاخد فلوسك وتشتري لي بس حاجه انام بيها، والباقي خليه تحت حساب اللوكاند. عيب يا ابتسام، خلي سلسلتك في رجعتك. يا استاذ عادل مش معقول كده، لازم اتصرف، انا ما عنديش حاجه انام بيها. خدي خدي دول وانزلي دلوقتي اشتري حالا. انزل انزل. اروح فين؟ تروحي السوق تشتري كل اللازم. انا اصلي ما اعرفش البلد كويس، فياريت انت تتم جميلك معايا وتنزل تشتري لي اي حاجه بس انام بيها. تصور واحده ذبحت جوزها قدام باب المحكمه عشان حكموا وتصالحوا. كويس انها ما ذبحتش القاضي نفسه. استنى استنى، واحدة مسكوها بقضية دعارة هربت وسط الزحمة. يا اخويا بكرة ترجع لما ما تلاقيش زباين. ايه رأيك يا مصعب في اللي بيحصل في البلد؟ أنا بزعقني كده إن الظروف السياسية. بقول لك إيه، لا سياسية ولا غيره. إحنا بطلنا لعبة السياسة دي من زمان. مش فاضي. أنت معكش حتة حشيش؟ أصل أنا اللي لمزنوك في صحراء طرية. مساء الخير. اتفضلي جنبي هنا يا ست الكل. هنا كويس. انما ايه رايك بقى في الصومعه بتاعتنا دي؟ حلوه قوي. انتوا هنا بتسهروا على طول؟ في المناسبات السعيده بس. جرايه يا فتحي. سيب اللي في يدك ده وصب لنا الكاسات. لا سيب ده. لف انت كام سجاره. يدك. كذا كذا عيب. الستات الاول يا غشيم. اتفضلي. لا متشكرة انا ما بشربش. دي كلام. ده الليلة من غير قمر، لكن متونس ابيكي في صحتك. حقيقي انا ما بشربش. على كل حال ده نصيبي، خليه قدامك. طب تحبوا تسمعوه الليلة؟
يا ريت تسمعنا غنوة القطر. لا، مدام ابتسام هي ضيفة الشرف الليلة، هي اللي تختار. أنت بتغني يا فتحي؟ أه، ده مطرب الشلة. خلاص، يبقى غني الغنوة اللي أنت تحب تغنيها. الله 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 على الكلام الجميل الموزون الغير مقفى. غني يا سيدي. ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش القطر روح. اه يا با ما خدنيش وقلوبنا في العيش صبابا. ما خدنيش القطر روح. اه يا با ايوه وقلوبنا في العيش صبابا. القطر روح. اه يا با وقلوبنا في العيش صبابا. العاشقين والله غلابا والقطر روح. قولي ما خدنيش ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش القطر روح في خليلي. ما خدنيش والسبت دموعه في منديلي. ما خدنيش القطر روح في خليلي والسبت موقف منديلي. القطر روح بالخليلي والسبت موقف منديلي. ولا قالش امتى حيجيلي والقطر روح. ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش وهو القطر روح. ما خدنيش القطر روح وبوجي. ما خدنيش كل عجلاته تهدي. ما خدنيش القطر روح وبوجي كل عجلاته تهدي. القطر روح وبوجي كل عجلاته تهدي. بلعندي حبة وبلعندي والقطر روح. ما خدنيش وهو القطر 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 روح. ما خدنيش. يا عيني صوتك حلو قوي يا فتحي، ازاي لغاية دلوقتي الناس ما سمعتوش؟ ما سمعوش، وعملوا ودن من طين وودن من عجين. ازاي؟ نزل مصر وزي ما راح زي ما جه، ويا ريت على كد كده، انما ضيع القرشينات اللي كان محوشهم. وماله؟ جرب تاني. سامع كلام؟ بقول لك ايه؟ سمعني على اوتارك احلى نغم لاحلى رقصة هرقصها. Thank you.
كلب او ازاي؟ الله الله الله، مالك ده صار لسه هتحلو؟ اهو ايه يا عبد الفيل؟ انتوا فاكرين نمسكوا في ايه؟ ها؟ دي لوكاندا محترمه. طب حاسب عشان انت بتتطوع. خمره خمره يا كلاب خمره. اوعى اوعى. يلا يلا بالعافيه. بقول لك ايه؟ مش عايز اشوف البلد. ترجع الاثنين دول حسنك برا. يلا ابتسام. انت لسه مستني؟ ده انا افتكرتك روحت تنام زي صاحبي. ده ايه؟ اصل صاحبي ده بيخاف من امه، انما انا ما عنديش حد اخاف منه. يود بس كده وانت باين عليك نمره بس. والله انت اللي باين عليكي. ولا بلاش احسن تزعلي. لا ايه؟ الهوا حلو. الهوا حلو؟ طب تعالي هشممك احلى هوا في الدنيا كلها كلها. بس والله في حته فل بس تعالي. يعني ورايا بقى بالذمه دول عمرهم 7000 سنه. امال ايه؟ دول جدودي انا شخصيا. يا راجل روح كده، ده انت باين عليك غلبان زي حالاتي، مقطوع من شجر. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تطلعي فوق. اوعى كده فوق انت وانزل. ليه افوق ليه؟ ما احنا كده اخر عظمه. اوعى بالك، انا لو فقت بحس ان انا عامل زي الفار اللي في المصيده، ولو خرجت القطط هياكلوني. انت مين؟ انا؟ انا من ضيع في الاوهام عمره. وما فقتش غير لما دخلت السجن اول مره وعرفت الذل من اول ضربه. انت كنت مسجون قبل كده؟ انا كنت عبيط. اي والله يا عبيط. كنت فاكر نفسي زعيم وكنت اقف عشان اخطب في الناس. اين الحريه؟ اين الديمقراطيه؟ انزل تعب. انزل انزل تصليك حاجة. بالك انا بعد ما خرجت من السجن محدش قال لي كنت فين. يلا دنيا فسكونيا ملعون ابو الدنيا. وسيادة الزعيم بقى بيشتغل ايه؟ مدير ولا وزير؟ انا بلا فخر من كبار صغار الموظفين، كاتب في ارشيف المحكمة. بس تصدق بيه؟ انا ممكن يبقى معايا قول وفات، بس لو افوق وافتح مخي. طب يا اخويا فوق وفتح مخك. انت هتعملي لي زي مرات ابويا. هو انت ابوك كان متجوز غير امك؟ بقول لك ايه، انت سالتيني انت مين، عرفت قصه حياتي. ما تقولي لي بقى انت مين. انا انا من ضيع في الاوهام يا عمره. لا لا انا بتكلم بجد. بجد عايز تعرف انا مين؟ انا اتجوزت 3 مرات. يخرب عقلك. اول واحد كان عجوز قد جدي، والتاني كان قدك، حبني وحبيته. امال ليه اداك استماره 6؟ عشان كان عبيط. الغيره والشك تقدر تقولي ليه الواحده لما بتبقى حلوه بختها بيميل. مين قال كده يا حلوه؟ ده ساعتها الفلوس تترمي تحت رجليها زي الرز. الفلوس مش كل حاجه. تعجبيني. قولي ورايا، دنيا فسكونيا ملعون ابو الدنيا. تعرف ان دمك خفيف. طب بقول لك ايه؟ تجيبي بوسه. لا ايه ده؟ اوعى انت سكران لسه ما فوتش. اوعى كده. ابتسام ابتسام. كنت فين؟ بقول لك ايه؟ ما تجيب العود وتدندن لي شويه لغايه ما الاقي. Thank you.
اطفي النور. اطفي النور واخرج. مستني ايه؟ بابا انا عايزه اجيب نص اجيب كشكوليه، وانا شرابي انقطع، عايزه شراب تاني. انفلقي، روحي من غير شراب. معلش يا حبيبي ما تضايقش نفسك، وبعدين بقى عايز 2 جنيه اجيب كتاب. نعم اقول لك عايز 2 جنيه اجيب كتاب. يوه هو ابوكوا هيلحق على ايه ولا ايه؟ انتوا ما تبطلوش طلبات؟ عندكوا اخوك اهو يجيب لكم طلباتكم، هو مش موظف وبياخد ماهيه؟ فلحلي بس يضيع ماهيته على السكر والمسخره. رايح فين يا سي محمد؟ ما تقعد تكمل فطارك. ايوه مين؟ انا عادل. اهلا يا عادل، اتفضل. على فين الحلاوه والشياكه دي؟ خارجه؟ لا ابدا، ده انا كنت نازله اقعد معاكم تحت. ليه؟ مفيش مواعيد مع مصعد؟ ولا المواعيد والغرام بالليل بعد ما الناس تنام؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اظن هتنكري، في ناس شافوك عند الكوبري. ايوه مره كنت متضايقه نزلت اشم الهوا بعد نص الليل. ومع مين؟ مع مسعد. وفيها ايه؟ هو مش صاحبك؟ انا سمعت اللوكاند عندي اهم من اي حاجه تاني. ما تنسيش انك ضيف عندي. الناس تقول ايه؟ معاك حق، انا الظاهر اني تقلت عليك. انت ممكن تتجلي زي ما انت عايزه، بس كمان خلي عندك نظر. مش فاهمة. اقلعي وانت تفهمي. انت اتجننت ولا اللي كنت فاكراك شهم؟ نظرتك عبيط واحدة. بقول لك ايه؟ اقلع ده ايه؟ انت فاهمني غلط. طب فهميني انت الصح. مش كده. مش كده. امال ازاي؟ ده طبعا مساعدتك ليا. اه. ولا انا مش زي محمد مسعد اللي بيتمتع بلوشي. اعرف قتل لسانك. مش هوسخ ايدي وامدها على واحده. اسمعي انا خارج راجع بعد ساعه، ما اشوفش خلقتك هنا، فاهمه؟ مش لازمك اي حاجه. لا بس ممكن اكلم مصر. كمال بيه، يا كمال بيه، تليفون. مين؟ مش عارفه، يظهر مكالمه من بره. طب روح انت. الو الو. ايوه ابتسام. ابتسام مين؟ ايوه افتكرت كده برضو. يا استاذ كمال تبهدلنا البهدله دي كلها. أنا أصلي مش قادرة أتكلم. أنت بتتكلمي منين؟ الأقصر؟ لوكاندة إيه؟ درب الرهبة؟ طيب أنا هتصرف. لا اطمني، كل حاجة هتبقى عادي. بيكلميني بعد يومين. أيوه في نفس الميعاد. مع السلامة. شكرا يا فتحي، اشوف وشك بخير. مع السلامة. مع السلامة ست الكل. بونجور يا سعادة الباشا. يا سيدي احنا بنقبل الايد البيضاء. الله يخليك. لا يا فندم، ازاي؟ من بكره هبرز لسعادتك الخبر ده اخر بروازه. ايوه يا فندم. بقول لسعادتك ايه يا باشا؟ معاليك فاكر البت بتاع القضيه اياها؟ البت اللي هربت بعد ما خدت حكم. ايوه.
كلمتني من شوية، هي هربانة في الأقصر، ويظهر إنها ناوية تقرفني. سعادتك عارف بقى أنا مش فاضي لوجع القلب ده. أيوة عنوانها عندي، لوكاند الضرب الرهبة. فين الاستاذ عادل صاحب اللوكاندا؟ الاستاذ عادل وصل مشوار وزي ما انتوا جاي. امال انت هتعمل ايه هنا؟ انا الفتح الاسمر المدير. اه في واحده نازله عندكم اسمها ابتسام عبد الدايم. ابتسام؟ ايوه يا سعاده الباشا، كانت هنا ولسه ماشيه من حوالي ساعه ونص. ما تعرفش راحت فين؟ سابت اللوكاندا وسافرت، بيقول انها راحت جويس عند عمتها. اه وانت ما تعرفش عنوان عمتها؟ لا يا بيه. ولا الاستاذ عادل؟ ولا اي حد يعرف عنها حاجه. فتش اللوكاندا كويس. هي عملت ايه يا سعاده الباشا؟ هربانه من حكم بقضيه اداب. اداب؟ رجاله ومسخره يعني؟ ايوه يا بنت البهشت كان. صدق ايه يا سعاده الباشا؟ قالوا لي دي انا كنت هارشها من ساعه ما عينيا وقعت عليها. نيال يا اهلا وسهلا. هي عمتي لسه ما رجعتش؟ رجعت قويت امبارح ولسه ماشيه من نص ساعه. ما تعرفيش راحت فين؟ سافرت. رجعت خدت شوية حاجات، أصل بعد عنك الجدع تعبان قوي. طيب ما تعرفيش عنوانها في اسكندرية إيه؟ لا يا حبيبتي. ابتسام، الحمد لله على السلامة. أنت ما لحقتيش؟ رحت ما لقيتش عمتي. هو عادل مش هنا ولا إيه؟ لا، عادل اللي هني. مالك واقفه ليه؟ تعالي رايح فاضي تعالي. الله انا ما قلت انك ماشي، ما قدرتش اتلم على نفسي، لكن الحمد لله اني استريحت. اللي كنا ما غيرك كانت خرابه الضل. متشكره قوي يا فتحي. صدقني بيه، انت ما تعرفيش انا بعزك ازاي. تشربي ايه؟ عمر محسوبه بالغلبان خدامك وراه شرط، وخصوصا بعد ما عرفتك كويس. ما سافرتيش؟ توك راجع من السفر. طب روح انت يا فتحي وخلينا نبعت لنا حاجه سجع. يعني ايه يا ريس؟ انا اصلي نسيت حاجه في الاوضه فوق فهاخدها وهمشي تاني. اخص عليك يا ابتسام، انت زعلانه مني؟ حقك عليا. وادي راسك اهي. انا اصلي نرفزني الكلام اللي سمعته عليك انت ومسلم. ده وادي العباد. احلف لك باني مفيش بيني وبينه اي حاجه. خلاص أنا مصدقك. مبسوطة فاكهة؟ بعد إيه؟ بعد ما بهدلتني وطردتني من اللوكاندا بتاعتك؟ خلاص يا ستي، خدي بترك مني. شخطي فيك يا أوب بهدلني والعيني سلسفيني. أنا غلطان. أنا حمار. أنا كلب. هو هو. أيوه يا حاجي. هو. خلاص. لا هو. مين؟ أيوة. انت كنت نايمة؟ لا ده انا غيرت هدومي و ده ايه الحلاوه دي؟ انت اي حاجه بتلبسيها بتليق عليك قوي، بتبقي زي الورده المفتحه. كتر خيرك. ما تيجي تقعدي جنبي؟ ليه؟ ليه؟ يعني ندردش شوي، ناخد ونجي. انا
أصلي تعبانة وعايزة أنام. إيه بس؟ إحنا مش خلاص اتصالحنا؟ أنا لازم تاني من الأول. يا أخي تاني يا أخي تاني. حرمتي يا أما، حرمتي يا أما، والنبي يا أما حرمتي. خلاص يا أما حرمتي، حرمتي يا أما، يا أما حرمتي. أنا خفيت. ابتسام، أنا خفيت. أرجوكي ما تسيبينيش. أحبك. إذا عايزك. لو عاوزني يبقى بالحلال. بالحلال بالحلال. أنا هتجوزك. أنا ماشي، مش عايز حاجة؟ عين عليك بردة، وشك منور. طب كده، محمد مسعد ما جاش الليلة؟ لا ما تخافش، ما جاش. خاف من إيه؟ لا، قصدي أقول لك إن الليلة الجو رايق. على إيه النعمة أنت حمار ولا فاهم حاجة؟ والله جاتك داهية منك له. أنا برضه اللي مش فاهم. أنت اتحدفت علينا من أني داهية. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. أنا هسيبلك البيت وأمشي. محمد! في واحدة نازلة عندكم اسمها ابتسام عبد الدايم. ابتسام؟ أيوة يا سعادة الباشا. كانت هنا ولسه ماشية من حوالي ساعة ونص. ما تعرفش راحت فين؟ سابت اللوكاندا وسافرت. آه. فتش اللوكاندا كويس. هي عملت إيه يا سعادة الباشا؟ هربانة من حكم قضية أداب. رجالة ومسخرة يعني؟ أيوة. مين؟ أنا فتحي. عاوز حاجة يا فتحي؟ أيوة. يا جلجال، قلت أجي أدلدلك. معلش يا فتحي، بلاش الليلة دي، أصل أنا تعبانة شوية وعايزة أنام. ده أنا اللي تعبان يا ابتسام. من ساعة ما شفتك هتجنن عليك. الله الله، ايه يا فتحي يا فتحي، انت بتمسك ايدي ده ليه؟ انا ازيك يا فتحي؟ يا اشمعنى انا؟ انا الآلية، انا مش زي عادل ومسعد. ودي صوتك، ودي صوتك، ما تفضحنيش. انا الآلية ليه؟ ما تفضحنيش، الله يخليك، مش ناقصه، ما تفضحنيش. لازم اخد حقي الليل. طب اهدى بنت اخويا على التعارف، اهدى بنتك، ما تفضحنيش. انت الفضايح نفسك. بس ايه
حد عندي وعامله لي شريف. بتحطيني يا بنت الكلب. مش عارف. هو الواحد ما يعرفش ياخد راحته يا ولد الكلب. ايه الحكايه اللي معاك دي؟ يا مصباح دي فتحة حد مع الست ابتسام في حدودها وقفل عليهم الباب. الحاج 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 يا عمي جنان تعمل ايه؟ ها؟ مين دي؟ حد ايه يا فتحي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ابعد عني مش عايز حد يقرب لي. طب هات المطوه دي. هو ايه اللي حصل بس؟ اللي هيقرب لي حد حدلا عاوز تقتلنا يا فتحي حدلا عدلها. طب اقتل بعد موسى بعد. طب هات المطوه فتحي هات. بعد عني بعد. لو قربت مني هجيب كلب. هي حصلت يا فتحي؟ طيب اذا قالت عليك العشره والعيش والملح اقتلني. يا ساتر يا رب. مين؟ هذا مصباح. فين؟ الحبنا يا استاذ عادل. فتحي. ماله فتحي؟ دخل على الست ابتسام اوضتها وتهجم عليها واللقنه مقلوبه على رجل الكلب. ارمي المطوه فتحي. اللمه دي اتفضلوا تعالى معايا فتحي. همني همني. قلت لك تعالى معايا. مادام هيصت معايا انت وسعاده اخرس وتعالى. ما خرصتش. بتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش. انا مفيش بيني وبينها حاجه. لا فيها. أنا شفتك بعينيا زي ما شفت سعادة بعينيها مش بعينيا. إيه أنا لا عليا. هو أنا مش راجل ولا إيه؟ يا سلام خلصني عادل. أنا أتكلم عادل مش راجل. يا سلام عليك. عليك أنت كمان فاهم؟ أنا بخليك مع بعض برا. برا تضربني يا عادل أبو فضل. تضربني عشان مرة تيجي يا عادل أبو فضل. بس يا أخي عادل عيب عليك. بس يا أخي وأنت كمان أم قدامك. هم قدامي الحين. برا يا شبان. اسمع معايا يا اخي. برا. اسمع دلوقتي. قضية دهارة. ايوه. امال ايه اللي مجنني؟ بنت الكلب تيجي لحد عندي وعامله عليا شريف. ليه؟ مش عارف. يا اخي ما يمكن تكون مظلومة. مظلومة؟ كل الناس عندك مظاليم. انها بتفضل المسألات بتاعتك دي. دي لو كانت مظلومة صحيح تنام معاك ليه انت وسعادة؟ انا ما نمتش معاها. اذا كنت انا شايفك انت وهي عند المعبد. ما هو انت دايما كده.
تاخد بالظواهر. الظاهر سعادة ابو الفضل يطلع عندي الاوضه ليه؟ لا لا، ما هو ده كمان مش دليل. وبعدين بقول لك ايه، امسك لسانك، اوعى تتكلم في موضوع القضيه دي لغايه انا ما اعرف منها الحقيقه ايه. طبعا انت سمعت عن واحد اسمه كمال شهدي. كمال شهدي؟ طبعا، ده كاتب كبير وطول عمري كنت بعتبره مثلي الاعلى. اهو للاسف كمال شهدي لا هو سبب البلوى اللي انا فيها. ازاي الكلام ده؟ انا قلت لك قبل كده ان انا اتجوزت 3 مرات. اخر مره كان واحد متجوز ومخلف، ومع ذلك وافقت، قلت اهو يسترني، وده لا راجل ولا ضل حيطه. خد لي شقه مفروشه وقعد معايا لغايه ما خد مزاجه مني، وبعد كده طلقني. ما بقتش قادره ادفع ايجار الشقه المفروشه، الدنيا بقت في وشي، ما لقيتش حد يقف جنبي ولا ينجبني غير صاحبتي عليه. فتحت لي بيتها وعملت اللي ما عملهوليش حد من اهلي. وصاحبتك دي كانت عايشه لوحدها؟ ايوه، جوزها مات في حادثه، وبعد كده عرفت كمال شهدي، كان دايما بيزورها في البيت، قالت لي انهم هيتجوزوا. كان دايما بيتكلم في السياسه، وعرفت ان الحكومه مش موافقه على اللي بيكتبه. ايوه مظبوط، ده احنا حتى كنا مسميينه محامي المعارضه. خليني اكمل لك كلامي قبل ما عادي يجي وشوفنا قاعدين مع بعض. ريح نفسك يما، مش هتجوز بنت خالي. يا ابي الشوم كيف تقول ده يا عادل؟ كفايه يا رجل ارحميني، 30 سنه وانت بتتحكمي فيا، 30 سنه اعمل ده وما تعملش ده، انا خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده. اباك ايه اللي حصل يا ولدي؟ كيف تتعصب بده؟ مين زعلك؟ محدش زعلني، لكن انا خلاص فكت من الكابوس اللي كنت عايش فيه. انا كبرت يا امي وبقيت راجل، فاهم يعني ايه بقيت راجل؟ ومين قال انك ما كبرتش يا ضنان؟ بس انا امك، امك اللي فلت عمرها عشانك واللي اضرب مصلحتك. كريمه بنت خالك زينت البنات. كريمه ما تتعيبش، لكن مش هتجوزها. هتجوز الانسان اللي ارتاح لها. اول ما حكموا عليا حسيت بالظلم، عشان كده اول ما جاتني فرصه هربت، ما لقيتش حد يسمعني. كنت اعمل ايه؟ اتسيب الظلم؟ وكمال شهدي ما سمعكيش؟ اختفى كان الارض انشقت وبلعته. والمحامي بتاعكو ما قدرش يعمل حاجه؟ الراجل عمل اللي ربنا قدره عليه، لكن القضيه كروتت ازاي ما اعرفش. ده حتى المحامي مستغرب، لقى حاجات كتير مكتوبه في المحاضر ما حصلتش، وكلام ما اتقالش لا مني ولا من عليا. واضح انهم كانوا عايزين يتخلصوا مننا باي طريقه. وانا اللي كنت بستغرب وبقول ايه اللي يخلي كمال شهدي يغير مبادئه فجاه ويمسك جريده حزب كان دايما بيهاجمه. بس الحقيقه انا لما كلمته قال انه هيهتم بمشكلتي انا وعليه. وطبعا عارف انت بتتكلمي منين. يبقى هو اللي بلغ عنك. نهار اسود، ده بقى كلب سلطه ويخاف على نفسه منك. مننا ليه؟ يخاف لا تتكلمي وتفضحي قدام الناس ويعرفوا انه كان متهم في قضيه دعارة. مش عارفه اعمل ايه، هفضل طول عمري كده هربانه خايفه من اي عسكري يقابلني؟ اطمني، انا هروح لواحد محامي صاحبي اساله ايه اللي ممكن نعمله، واذا لزم الامر اسافر لكمال شهدي هسافر له. ربنا يخليك ليا يا محمد، انت الانسان الوحيد اللي قابلته في حياتي. وعادل ابو الفضل ماله؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ولا حاجه، صدقني انا ظروفي وحشه حقيقي، بس طول عمري ست نظيفه. يا كمال شهدي حته واحده، دي قضيه بقى فيها وجع دماغ. وماله ولا هنكش مالك؟ جرايه مناضل يا قديم. ايوه بس انا قصدي اقول ان كمال شهدي بقى فوق قوي. والله لما يبقى رئيس الحكومه كل ده ما يخلوش فوق القانون. ايوه بس اللي فهمته من كلامك انه بقى فوق القانون. برضه مش هنسيبه. على كل حال انا نازل مصر كمان يومين، وهي فرصة أطلع على تصحيح القضية وأدرسها كويس، وأشوف إذا كانت صحيح قضية متلفقة زي ما بتقول ولا قضية سليمة. براحتك يا طه، ما أنا لو كنت كملت معاك في الكلية ما كنتش احتجت دلوقتي لواحد زيك. طب ما إحنا فيها، تعال اشتغل عندي صبي. بقول لك يا محمد، أنا متهيألي كده مبدئيا
ان احنا هنحتاج لشهاده كمال شهدي لما نقدم الطعن. ولا يهمك، هجيبوا لك يشهد. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. تشكر. ممكن اتشرف بالاسم تاني؟ محمد مسعد. حضرتك منين؟ من الاقصر. اهلا وسهلا. انا تحت امرك. عشان المقابله الحلوه دي انا هدخل في الموضوع على طول من غير لف ولا دوران. انا مش فاهم حاجه، لف ايه ودوران ايه؟ انا مش عايز اضيع وقت سعادتك، خصوصا بعد المنصب الكبير ده. انا عارف ان الوقت ثمين جدا. باختصار انا جاي اتكلم في موضوع ابتسام. ابتسام؟ ابتسام مين؟ شفت سيادتك عايز تضيع وقتك ازاي؟ ابتسام صاحبة عليا اللي كانت صاحبة سعادتك. انت استاذ جاي تتكلم معايا في موضوعات تافهه انا ما عنديش فكره عنها؟ مال انا ومال الكلام الفارغ ده؟ انا مش فاضي. الحق عليا اللي فاتح مكتبي لكل الناس. اتفضل. صدقني يا كمال بيه، انا لو سمعت كلامك وخرجت هتخسر كتير. انت بتهددني؟ انا بس مش عايزك تندم. نتفاهم بهدوء. نتفاهم على ايه؟ الموضوع ده انتهى خلاص ومليش اي علاقه بيه. ايوه بس ممكن يبقى لك علاقه بيها كمال بيه. اصل ابتسام عندها كلام كتير تقوله. بس هي مستعده تسكت وتقفل بوكها لو ضمنت انك هتقف جنبها وتساعدها. انا ما اتاخرتش، بالعكس انا حاولت اساعدها هي وصاحبتها، لكن الوقت كان اتاخر والبوليس حول المحضر للنيابه والنيابه قامت بالتحقيق معاهم وحولتهم للمحاكمه. وانت ما اتحاكمتش معاهم ليه؟ انا كان وضعي مختلف في القضيه. ما هو وضعك المختلف ده اللي خلاك تدوس على اتنين ابرياء. انا طول عمري واقف مع المظلومين وضد اي شكل من اشكال الفساد. الا المره دي يا كمال بيه. عارف ليه؟ لانها المره الوحيده اللي كان الاختيار فيها قاسي جدا. سعادتك ما دخلتش المعتقل، ما شفتش اللي بيحصل فيه، ومع هذا في ناس بتفضل مصره على موقفها. تطلبش من الناس يبقوا انبياء؟ خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس من غير ما يدوس على غيره. تعرف ابتسام من ايه؟ من ظروفنا الوحشه. وعايز مني ايه دلوقتي؟ المحامي محتاج شهادتك لما نقدم الطعن للمحكمه. يا اخ محمد ما تطلبش المستحيل. انا وضعي دلوقتي مختلف وما يسمحش ان انا اروح المحكمه واحكي ايه اللي حصل. هو ده طلب يا كمال بيه. وانت حر واحنا كمان احرار. سيجارة؟ متشكر، أنا ما بغيرش. طيب ممكن يا أخ مصعب تديني فرصة لحد ما استشير المحامي بتاعي؟ إحنا لسه قدامنا ثلاث أيام على ما نقدم الطعن. ممكن سعادتك تتصل بيها بعد بكرة. متشكر، وهو كذلك. بس حضرتك ما قلتليش اتصل بك فين. مبروك يا عروس، مبروك، الف مبروك. بس بنقعد شويه من اتفضل معانا. ايه على فين؟ حضرتك من راحت عاوزك. امشي معانا. تعال هنا ريحتي. سيبيني ارجوك. وايه؟ ولا يهمك. قلت لك مفيش فايدة. الضرب في الميت حرام. ما تقولش كده. المهم انت بس ما تفكرش. وانت تبقى كويس. اشرب. اشرب.
لا انا خايف. ما تخافش، تعال تعال اقعد، ما تعملش في نفسك كده. انت بس موهوب. في ناس كتير قوي حصل لهم زي اللي بيحصل لك ده، واول ما يلاقي الست اللي تفهمه بيبقى كويس. حبيبي يا ابتسام. كفايه بقى، خلينا نركز. كده مش هركز خالص. ايه؟ لا مفيش. خير 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 كبير قوي. ادخل. اهلا يا مسعد. سيبوه. اقعد استريح. ممكن افهم انا مجهود على ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايز وجع قلب. ليك انت كمان جاي تعبان من السفر وعايز تروح بينكم عشان تنام شويه، مظبوط ولا ناوي تسهر معانا؟ هو ايه الموضوع بالظبط؟ احنا اللي بنسال مش انت. قول يا محمد، فين البنت ابتسام؟ معرفش. شفت بقى، انت ناوي توجع قلبي، لكن هديلك كمان فرصه. فين ابتسام يا محمد؟ انا نفسي اعرف انتوا ايه اللي بتعملوه فينا، ويا ترى الناس اللي حاكميننا عارفين اللي بتعملوه ده. هاي يا ولد، هاي. انت باين عليك ثوراجي كبير. بتقول ايه يا رحمك؟ هو احنا مش مصريين زيكم ولا ايه؟ ولا انتوا مصر مصريين؟ ولا انتوا اسيال واحنا عاملين؟ بقى كل الهيصه اللي انت عاملها ديت عشان بسالك عن مكان مرض. انتوا اللي عملتوه بالعافيه. هنقل ادابنا بقى. انت يا رب مش دخلت المعتاد قبل كده؟ ايه؟ بس مش بعمل. ودلوقتي بقى عامل لي بلطجي وبتهدد الناس الكبار وعايز تبتزهم. حبيبي احنا ما بنسمحش بالحاجات دي دلوقتي. انا عمري ما كنت بلطجي ولا حاولت ابتز حد. في شكوى من الاستاذ كمال شهري بيقول ان انت والبنت اللي انت مسرحها عاوزين تبتزوهم. تتكلم بالجمال من غير قله ادب. وكمان شهري ده ما تقربلوش ولا تهوه بناحيه مكتبه. فاهم يا روح امك؟ قول لي بقى، فين البنت اللي انت مسرحها؟ ما تنطف، مش عايز تتكلم. طب اسمعني بقى كويس، اذا كنت دخلت المعتقل قبل كده مناضل سياسي، فالمرة دي هدخلك السجن قضية دعارة، يعني قوات. قلت ايه؟ هتتكلم احسن لك ولا؟ هتكلم زي اي كلب عقير. هتكلم. اوه هتتظبط. في واحدة نازلة عندكم اسمها ابتسام عبد الدايم. هي عملت ايه؟ جاوب الأول، هي موجودة عندكم؟ هي لحد امبارح كانت موجودة. وبعدين؟ وبعدين مشيت. مشيت راحت فين؟ اهو ده بقى المؤاخذة اللي ما عرفوش. أنا عمري ما سألت زبونه وهو ماشي متريح فين؟ إلا إذا ما دفعش. فتشوا اللوكال ده كويس، ونزلوا كل النسوان اللي فيها هنا وهاتوهم لهنا. هو فين يا حضرة الظابط؟ ممكن أعرف أنتوا بتدوروا عليها ليه؟ هو إيه الموضوع؟ هربانة من قضية أداء. دعارة دعارك انت ينبطيني عادل يا ابو الفضل. والله العظيم ثلاثه تهمة دي انا بريء منها. صدقني عادل. اعمل ايه دلوقتي؟ صدقني اقتلك اشرب من دمك.
يا بنتي الكلب. عندي اديني فرصه افهمك على كل حاجه، بلاش تعمل في نفسك كده. تفهميني ايه؟ ما انت طبعا هتقلفي الحكايه زي ما بتقلفوا الكل اسبوع الحكايه. لا والله العظيم مظلوم، انا رحت ضحيه السياسه. سياسي سياسه بتاعت الضعاف. ما تقولش انا شريفه بس. طب خبيتي عليا ليه؟ لو انت حقيقي شريفه ما كنتش خبيتي. خفت عليك لا تفهمني غلط. غلط وجهك قولي لي في الحلال مش كده؟ طبعا بس لقيتي جافه قدامك. انا كنت ضحيه كلاب رحت في الرجلين. ده انا اللي كنت ضحيه كلبه زيك، اديتك اسمي وشرفي وفي الاخر لكل جهزة الجرس والفضيحه في وسط اهلي وناسي. نمتي مع مين هنا في البلد؟ ها قولي. لا محمد مسعود. انتبهي. لا 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 والله والله العظيم ثلاثة معلمتك. كم يخدك فين؟ في قلبك غرابة. والله ما حصل، والله ما حصل، ما حصلش، ما حصلش. تحلفيلي، تحلفيلي بإيه؟ أنت كان لازم تكوني هناك، هناك، برا، في السجن. مع صاحبتك اللي مسرحاك هناك، برا. لا. امشي اطلع برا. لا. برا. لا لا يا عادل، اروح فين؟ ده انا مرات اكون مراتي. اروح فين؟ مراتي يا فجرة. عادل لا، انت طالق. عادل لا، طالق لازم تصدقني. برا عادل، لازم تصدقني. كنت برا يا فجرة. لا يا عادل. برا برا. لا لا يا عادل، لا يا عادل، مش عايز اشوفك كده. لا لا مالكش. برا يا فجرة. عادل برا. عادل لا ما تعملش فيا كده. عادل لا لا. ايه يا مكرم؟ طلقك لو كان اتجوزك؟ ايوه امبارح بالليل. وليه تعملي كده؟ ده انا كنت مسافر مخصوص عشانك. ما كانش ممكن اعمل غير كده، ولا كنت عاوزني اغلط؟ يا ريتك ما سبتني، يا ريتك قدرت ظروفي. ما انا خفت عليكي من ظروفي. أنا ماليش حد غيرك دلوقتي. جبتي معاك ليه؟ با خش يا ابتسام. تتجوزها؟ انت جننت ولا ايه؟ وطي صوتك لا تسمعك. ما انت اصلك لا تفهم ولا عايز تفهم. ابو سعاده طلقها ليه؟ عشان مخه تخين زيك. انا طلع صلع الكول ابو خالو. انا مهما شرحت لك مش هتفهم حاجه. بس انا عايز اتجوزها فعلا. ايه الحكايه بالظبط؟ انتوا جننتوني. يا خلاص الاسود خلصت، مفيش انا مره مره دي. وبعدها لك. ثم انا حاسس ان انا مسؤول عن اللي حصل لابتسام. يعني لولا ضعفي كان زمان عايشه مستوره مع جوزها. والله ما فيها حاجه. اصلك ما تعرفش يعني ايه سجن يا فتحي. الشر بره الميه ما بتبوش علينا واحتبوك. بقول لك
ابتسام هتقعد هنا لحد ما تقدر امورنا. وانا اعرف فيا اتصرف يا اخي. وانا من صحابك. جربت الظلم وعرفته. لكن ما جربتش انك تحب واحده وتديها اسمك وشرفك. انت يعني ايه شرفك يا محمد يا مسعد؟ يا صعيدي؟ بعدين في الاخر تطلع ما تقولهاش. ما تقولهاش. ابتسام بريئه ابو الفضل. ايوه. دليل برايتها سنة السجن. مش كده؟ لا لا لا. دليل برايتها كمان شهدي. سيادة رئيس التحرير. اللي لما رحت له علشان يفوق لضميره ويقول الحقيقة هددوني انهم يرموني في السجن وبتهمة ايه؟ ان انا جواد. شفت اللي بيحصل يا عادل يا ابو الفضل؟ اي من ايه دلوقتي؟ انا عايز ورقتها. ورقتي؟ عايز ورقتها ليه؟ كنتش ناوي تتجوزها؟ ايوه هتجوزها. عندك مانع؟ ايوه. اظهروا مانع على حقيقتك يا محمد يا مسعد. وانا كل الحمد دي كلها. انت من ساعة ما شفتها وانت حاطط عينك عليها. مش كده. انت مش طلعتها خلاص؟ انا عايز ورقتها. ملهاش ورق عندي. ملهاش ورق عندي. روح جوازي. جوازي يا محمد يا مسعد. بس عايز انبهك لحاجة. هتتجوزها وهي على ذمتي. هفضل كده متعلقة. مش كفاية المصيبة السوداء اللي أنا فيها. معلش. إحنا نسيبه كام يوم. أعصابه تهدى وساعتها مش هيقدر يقول لأ. مش لازمك حاجة ولا أي طلبات؟ ما تحرمش منك أبدا يا محمد. هستأذن أنا. الحاج حاجة توصلني. صباح الخير. أنت رحت تاني للمحامي؟ اطمني. كلها كام يوم ويسافر ويقدم الطعن. بس أنا قلبي مش مطمن من ناحية كمال شهدي. كمال شهدي ده مجرد كلب. وكلب بيهبهب. هو كلبه بس. ده كلب مصور وعدته خطر. ما تخافيش. الكلب ده هعرف ازاي اكلمه. خايف يعضك انت كمان. ربنا يستر. ما تخافيش انا متحصن. عض الكلب ما ياثرش فيا. تصبح على خير. وانت انا على خير. خلي بالك على نفسك. في حاجه يا محسن؟ مكتب سياده الوزير اتصل بسعادتك. انا وزير فيها. توفيق بيه. عازم حضرتك في حفل افتتاح معبد الاقصر بعد ترميمه. أنا فاضي يا خالد يا محسن. اللي عرفته فاضي إن سيادة الوزير مهتم جدا بتغطية الموضوع ده إعلاميا، واحتمال كبير قوي إن رئيس الوزراء هيكون موجود ورئيس اليونسكو هيحضر. أنت قلت معبد الأقصر؟ أيوة يا فندم. روح للغمة بالكلية. حاضر دكتور حاجة يا فندم؟ أنا لا لا لا، روح أنت. حاضر يا فندم. صباح الخير يا سعاده الباشا. اللي هي فين يا فتحي؟ وانا تحت امرك. ايش اللي تؤمر بيه؟ هرجعك اللوكندا تاني وهدفعلك بدل الطاقه جاي. عادل انا مش راجع اللوكندا تاني. طب قول لي مرتي فين؟ اتكلم يا فتحي يا صعيدي. قول لي صاحبك. لعشرة العمر اللي بيننا قول. مر عليا المغربيه اكون خلصت شغلي. انا حافظ البلد شبر شبر. مش هيطلع لبكره شمس الا وهي مترحله على مصر. ست اكتوبر يا باشا. في حفظ الله وامنه ورعايته. مع السلامة يا باشا، مع ألف سلامة. أنا مش عارف قلبني الدنيا ليه على الوريه دي. إيه يعني واحدة هربانة من سنة سجن في قضية آداب؟ ما البلد مليانة مطاريد، المحكوم عليه بالإعدام واللي واخدين أشغال شقة. يظهر يا فندم إن المسألة مش بالبساطة دي. وإيه رأيك يا مجدي؟ يا فندم أنا شايف إن البنت دي مش هتخرج عن نطاق الثلاثة دول. عادل أبو الفضل صاحب لوكاندا الضرب الرهبة. ومحمد مسعد موظف المحكمة. والواد فتحي الاصفر. وساكت ليه يا اخويا؟ انت مش ضابط المباحث؟ ما انت شايف كل يوم والتاني تليفون اللي بينشف دم. اتحرك يا باب واحد ابوك، اتحرك. ابو علي. فين عادل ابو الفضل؟ مش فين؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ الله. طيب طيب. ايوه. ايوه.
محمد بصر موجود؟ لا مش موجود. الحقني يا سي عبد العظيم الحقني. انت ايه اللي جايبك هنا تاني ورايا؟ عايز مني ايه بعد اللي عملته فيا؟ اطلع بره امشي امشي. عايز اصلح اللي انا عملته. حقك عليا يا تسامي. انا ما كنتش واعي. ممكن تسيبني في حالي؟ ممكن؟ تسامي انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك ابدا. انت ما تقدرش تستغنى عني وانت عارف ليه، لكن لا يمكن تكون بتحبني. ما تقوليش كده يا ابتسامي، هي دي الحقيقه. انت جيت هنا بس عشان مزنوق فيا الليله دي. انت راجل مريض، ما يهمكش غير نفسك وبس، اول ما تتبسط وتشبع ترميني. عادل انت جيت هنا ازاي؟ مين اللي جالك؟ مش شغلك. انا جاي اخد مراتي. انا مش مراتك ولا يمكن حكون مراتك تاني. افتكر سمعت رايها فيك. اتفضل دلوقتي. مش خارج، مش خارج يا محمد يا مصحف. ولو كنت راجل صحيح خرجني من هنا. انا مش فاهم انت مالك، انت تتدخل بيني وبين مراتي ليه؟ مفيش داعي للفضايح يا عادل يا ابو الفضل، كفايه مشاكل بقى. البوليس يا هنيك، يلا يا القوام. يا ليلى فين؟ نهرب فين؟ مالكوش دعوه، تعالوا معايا، تعالوا معايا يا سلام. وراي وراي. تعال على مهلك. يدك يدك على مهلك يا تسامي. تعال يا جماعة. شو عمار؟ يلا ورايا من ايه؟ حصل ايه؟ قومي فتحي. هيا ابتسام. رجلي مش قادرة. قومي مالك؟ مالك 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 يا ابتسام؟ ابدا رجلي انجزعت. تعالوا البوليس. قومي قومي على فين؟ من هنا وراي. عشان المولى انا عادل ابو الفضل. وين عادل؟ وين عادل؟ كيفك عادل؟ كيفك بلد يا ولد؟ كيفك يا عادل؟ كيفك يا ولد؟ مشتاق والله. كيفك؟ كيف الست ودتك؟ مش وقته مش وقته. بقول لك ايه؟ احنا مضيفه معايا ضيوف. ضيوف؟ اطلع
اتفضلوا يا اخويا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. بقول يا استاذ هادي لمؤاخذه يعني الناس دي ما حدهاش طار. لا طار ولا حاجه. بس بقول لك ايه؟ الرجل ده مش جزء. بو مش جزء ايه؟ وحينام معاه كيف؟ كل واحد ينام في مطرح لوحده. هو عشان يقول الرجل ده يقرب من الست دي او يتكلم معاها كلمه واحده مفهوم؟ مفهوم. انت بتقولوا ايه؟ احنا ما عارفين. بتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يا سلام، فشو حاجه ناكلها؟ زي ما قلت لك جاد المولى ها؟ كل واحد لوحده مفهوم؟ مفهوم. ابو الفضل يلا بينا. تسمع الخير يا ابتسام. تسمع الخير. كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. يعني ايه اسيبها وهي حرة؟ انا ما قلتش تسيبها بس، انا قلت تسيبها تختار. انا مش فاهم انت عايز ايه؟ عايز اقول لك ان انت اتجوزت وهي مضطره. لا ده انت زودتها قوي. هي دي الحقيقه. ما كانش عندها فرصه للاختيار. كانت يا اما تتجوزك يا تترمى في الشارع والبوليس يقبض عليها. مالكش دعوه انت، انا هقوم لها اكبر محامي هناك في البلد وان شاء الله هيطلعها براءه. هي دي الرجوله يا ابو الفضل. تقف جنبها تساعدها لغايه ما تجيب لها حاجه. بعد كده تسيبها تختار وهي حره ومن غير اي ضغوط. ومين عارف؟ مش جايز تختارك انت. وجايز تختارك انت؟ لا. مش ياخد الريح من البهار. انا ما انفعهاش عادل. انت بتعمل كده ليه؟ انا صعيدي اللي يستنجد بيا اقف معاه ان شاء الله حتى على حياتي. مساء الخير يا امه. مساء النور يا عادل. مين دول يا امه؟ حضرتك تزارت عزك في الاسم يا استاذ عادل. ايه ده؟ انت ايه اللي مجابك هنا دلوقتي؟ مستنيك. ليه؟ اصل في اتنين مغمورين فوق عايزينك. من امتى؟ من ايه؟ من 3 ساعات. طب اطلع انت على فوق. اطلع. مساء الخير يا خالتي. انا محمد مسعد. يا ترى عادل موجود؟ فين؟ هتكلم. هقول كل حاجه. بس لو لو تكرمت تخلي الاخ ده يبعد عني شويه. ابعد عنا بلانين. اتفضل يا خالتي. الحقيقة يا فندم انا ما عنديش حاجة اقولها. كده؟ يعني انت فاتح اللوكاندا بتاع حضرتك لمحترف الدعارة وارباب السوابق وبتقول ما عندكش حاجة تقولها؟ لا يا فندم، انا اللوكاندا بتاعتي لوكاندا محترم. وكمان بتقاوح؟ فندم عادل قدام البيت. عيب. انا مش بتاع البهدلة دي. انا راجل محترم وما احبش الاهانة. وذكرت اتكلم ولا حافظ مركزك. طب احفظ مركزك وقول ازاي انت مخبي البيت ليه؟ شايف يا فندم؟ ده بقى انا اجي في مكتبك تهزق بالطريقه دي؟ بلاش هزقه والعينين، راجل محترم. ايه كده؟ يا سلام على الزوج. انا كده هقول لستك على مكانك. الله يجلس منامك يا مسعد. اه تعالى ورايا. الله يجلس منامك. انت بتحبها وعادل عايز يتجوزها، ذنب انا ايه انا؟ هتولول زي ستات. ارجع. ايه هنفضل نجري طول الليل؟ انا جربت اقع من طولي. ثم انت مين قال لك ان عادل هيجي له على طريقنا؟ يا بني ادم عادل معاه اول قلم حجر. زمن البوليس دلوقتي في بيت جد المولى. هنروح فين دلوقتي؟ مش عارف هنروح على فين. يعني مش عارف؟ هنفضل نجري طول الليل برضه. بقول لك ايه؟ المهم نخرج من البلد دي الليله وباي طريقه. ورايا ورايا. تعال. انا معاك. ده بحياتي يا عين ما شفت زي كتاب الفرح فيه صدري والباقي كل عذاب عذاب
عذاب عذاب. كتاب حياتي يعني ما شفت زي كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح في سطرين 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 والباقي كله عذاب عذاب. كتاب حزين كله مقاسي تقلب زمان غدا راس، الفرح سطر غلط مكتوب لما الزمن كان يوم ناس، كان يوم ناس مكتوب في اول صفحات واحد غريب واد حياتي يعيش حزين ويسيبها حزين، امضى الزمن وتحياته وتحياته كتب الزمن جوا هم من غير ما يرحم وينسب، كتب عليا البكا والنوح هل عليه دمعي ودمي ودمي، هاتي يا دنيا جمالات ما يهمكيش والله حياتي، اصلي واخد على الاحزان الدمع في عيوني ليلات ليلاتي عذاب وهم وتدودة وادي نهاية الحدوتة بدموع عيني وأحزان، الدنيا راضية ومبسوطة مبسوطة، كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب، كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. وانت ايه اللي ورطك في حاجه زي دي؟ انت شاب من عيله وسمعتك كويسه. حضرتك شايف انها قضيه صعبه؟ هي الست دي تهمك قوي؟ طبعا. طبعا تهمني. على عموم الاستاذ كمال شهدي جاي البلد بعد بكره. عشان الموضوع دي؟ موضوع ايه يا سعادة؟ ده جاي يحضر افتتاح المعبد مع رئيس الوزراء. انت عارف انه بقى معانا في الحزب. على العموم هي فرصه اتكلم معاه واعرف منه الموضوع من اوله لاخره. اهو يا محمد زعل شويه مش سامع. انت في عندك مصباح؟ انت رحت فين؟ سبت ليه بنتي هذه الاولى؟ انا جبت عليكم لما الراجل كلمني وقال انكم مش كده. الفلوس من خالص. ايه طلبوني في البيت؟ انت انت بقى انت خالص. ايوه ايوه لا طمن، وانا مع ابويا حاجه زي دي ابدا. لا ده الظابط قاعد يجيبني يمين ويجيبني شمال ويقول لي في عرضك فضولك، وانا ابدا. ما انت عارف اخوك، تعرف صاحبك رجل الشدائد. المهم المهم انتوا فين؟ انا اصلا جايب لكم حته دي نتفة اخبار انما ايه هتبسطكم قوي. طيب خلاص أنا جايكم على طول. ما قلتليش أجي إزاي؟ أنا غلطت عشان أجيلك. البوليس مقفل عليا ما دخل البلد. بس عارف أحسن حاجة عملتها إنك خربتها. يعني عرفت إن أنا ساعات بعمل حاجات كويسة؟ جرية يا مسعد، ده إحنا طول عمرنا أصحاب. إخوات. ما تجيب سيجار. ده أنت المعلم اللي بيصرف علينا. ده من خيرك. ماشي. بس تبقى ترجعها تاني. إيه هتاخد الفرق؟ بس براو عليك انك ما اعترفتش في البوليس. اكيد ما ضغطوش عليك. عيب. على مالك؟ يعني احنا هنفضل في البهدله دي لحد امتى؟ ما خلاص قلت لكم هانت. والمحامي بتاعك ده هيسافر له امتى؟ ويسافر له ليه؟ كمال شهدي هو اللي جاي هنا. جاي هنا؟ ازاي؟ جاي مع الوزراء والخواجات وهم بيزوروا المعبد بعد ترميمه. دي فرصة مش لازم نضيعها. ازاي؟ حواجهه وحكشفه. حكشفه قدام الحكومة وقدام الصحافة وقدام الناس كلها. وساعتها الدنيا هتنقلب وصحافة المعارضة تشتغل والكلب ده هيك الشبالك. يا اخويا لما نخرج من هنا الأول زي ما دخلنا احنا هنخرج. المهم دي فرصة ما نضيعهاش.
والله بين علينا احنا اللي هنضيع. بقول لك يا مسعد، من غير طهر وحياة ابوك كفايه اللي جرالي في الجسم. شايف العظمة؟ تعال يا شهري، تعال يا محمد مسعد، تعال استنى، استنى راح فين؟ تعال هنا، رايح فين؟ مش هتمشي، لازم أمدحك، لازم الناس دي كلها تعرف حاجتك، أنا هعرف هذا الظابط، تعال شوف المجنون ده عايز إيه؟ أيوه هكشفك، مش هقدر أمدحك، أوعى إيدك، لازم أسيادك اللي عينوك، أوعى إيدك، يعرفوني إحنا مش هنسكت، أوعى إيه ده؟ أنا مش فاهم الحيوان ده عايز مني إيه؟ تعال هنا، أوعى إيدك، فاكر ضحيتك يا كمال بيت؟ شد معايا، فاكر قضيه الدعاره اللي بيقولوها لك؟ انا كان غير مبادئك، لازم الناس كلها تعرف ان الست دي ضحيتك، لازم الناس واحنا مش هنسكت، طول ما في البلد ده مثل الناس دي كمان دي مش هنسكت. انتوا عايزين مني ايه؟ هتعمل ايه؟ ابتسام!